وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. بعد التحية سيد أسامة، ما هي الآلية المتبعة في تطبيق النظام الجديد وما هي الفئة التي ستستفيد من اعتمادها؟ مساكم الله بالخير جميعا. فيما يتعلق بالآلية الجديدة، هي الآلية سوف نعود يوم الأحد القادم بإذن الله إلى فتح إمكانية التقدم بطلبات استخدام عمالة من الخارج. سوف يتم عند تقدم الطلب إبلاغ مقدم الطلب بأن هذا الطلب سوف لن يتم البت فيه لمدة 14 يوم. خلال هذه الفترة سوف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بالإعلان عن هذه الوظائف في الصحف المحلية ليتمكن الكافة من الاطلاع على هذه الفرص الوظيفية الموجودة، وإعطاء فترة للباحثين عن عمل للاتصال بأصحاب العمل وإجراء المقابلات، وبعد 14 يوم سوف يتم تمرير الطلب. نعم سيد أسامة، هل لك أن توضح للسادة المشاهدين ما هي أهم المزايا التي ستتضمنها هذه الآلية الجديدة؟ بالطبع حصول البحرينيين الباحثين عن عمل على فرص وظيفية تلبي طموحاتهم هي على أعلى أولويات الحكومة، وفي هذا الجانب وبالذات في هذه الظروف الاقتصادية يجب أن تعلن جميع الفرص الشاغرة الموجودة بكافة فئاتها على الجمهور لكي يتمكن من الاطلاع عليها، والأولوية طبعا هي للمواطن البحريني. ثم من بعد ذلك الأولوية هي الاعتماد على العمالة الموجودة داخل البلد دون جلب المزيد من الخارج، وبالتالي فإن هذه الفترة وهذا الإعلان سوف يمكن صاحب العمل من الحصول على عمالة بصورة سريعة فورية وبأقل التكاليف دون الحاجة لجلبها من الخارج. جميعنا يعلم أن حتى مع عودة تقدم الطلبات عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل فإن الرحلات الجوية محدودة جدا بسبب إغلاق المطارات في الدول المصدرة نفسها، فحتى حينما نقوم نحن بفتح المجال للتقدم بالطلب لن يكون من السهل الحصول على العمالة من الخارج، وبالتالي فإن هذه بالإضافة لكونها تخدم بالدرجة الأولى البحريني الباحث عن عمل فهي كذلك تسهل الأمر على صاحب العمل لكي لا يضطر إلى الانتظار فترة طويلة وتكبد تكاليف إضافية. نعم بسعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.